السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزير التربية والتعليم بعد منتصف الليل نزل الرد الرسمي على التشكيك في نتيجة الثانوية العامة والتشكيك في التصحيح باستخدام السوشيال ميديا، وبيرد على الصحفي الإعلامي أحمد سلام. مجموعة 12% ودرجات مختلفة نفس رقم الجلوس والباركور والكلام من ده. تعالوا بعض نسمع الأول وبعدين نشوف ونرجع لبعض تاني. في 5 أيام فقط هذه قصص بقت مالية السوشيال ميديا، والناس الحقيقة للأسف الكثيرين يعني بيقعوا فريسة لهذا، سواء حد بيقول لهم أنا أقدر أغير النتيجة أو أنا جالي رقمين جلوس. موضوع رقمين الجلوس ده كله معمول بفوتوشوب، واللي شاكك في هذا بنقول له الوزير قبل ما يتنقل حكاية أرقام الجلوس أنا استغربت. بيقولوا فوتوشوب وكلام من، في حاجات فوتوشوب فعلا وفي حاجات لقيناها كتيرة جدا وناس فعلا طلعتها وجابتها من أعلى مواقع كتيرة جدا وأكدت الكلام. بالإضافة إن الوزير برضو بيأكد إن ناس بتتظلم ليه والحاجات دي كلها ليه، درجاتهم هي هي. نسمع بطريق شرعي منضبط اسمه التظلم. هتيجي تشوف ورقتك وهتشوف نموذج الإجابة وهنديك ألم تصلح ورقتك بنفسك في حضور ولي الأمر، فينتهي بقى كل هذا الجدل. سواء كانت مريم، سواء كانت مهرائيل، سواء كان أي حد تاني، فإحنا دعينا أبنائنا طالبة مريم إبراهيم والطالبة مهرائيل، ويسعدنا وجودهم معنا والاطلاع على النتيجة لو تقدموا بتظلم رسمي للوزارة. خلي بالكم لو تقدموا ب يعني حاجه رسميه للوزاره، يعني لازم يكون واحد يقدم التظلم. يا جماعه اعملوا زي ما الوزير بيقول وروح قدموا تظلم، يمكن نجيب نتيجه. رغم ناس كتير جدا يا سياده الوزير بيقولوا احنا ما خدناش اي حاجه. نسمع مع بعض. هل احنا عارفين نتائجهم؟ طبعا. هل هنقولها؟ لا مش هنقولها. ليه؟ لانه نتائج هؤلاء الطلاب شيء شخصي لا يتم تداوله نظرا لخصوصيه هذه المعلومات على السوشيال ميديا، زي ما كانش مفروض الشكوى تكون على السوشيال ميديا. الشكوى ليها مكان رسمي، والتظلم اللي احنا فتحناه من يوم 8 ليوم 18. تمام. ولما تجيلنا مريم وتجيلنا مهرائيل نوريهم ورقهم نسمح لهم يصلحوها. يا رب يطلع لكم درجات يا اولاد. احنا طلعنا بيان كمان من أيام قليلة جدا إنه المنشورات اللي بنتداولها عن لجان فيها مجاميع عالية أو أسماء ناس جايبة مجاميع عالية بننسبهم لعائلات بنشكك بيه تاني في النتيجة. نقولنا احنا هنشوف كل ده، وفعلا عملنا لجنة قانونية موسعة بتباشر التحقيق على الأرض مع جميع الملاحظين في هذه اللجان. خلي بالكم الوزير بيشكك في النتائج اللي ظهرت على السوشيال ميديا، فيا رب ما تطلعش حقيقه لان ده ظلم. ده بالنسبه للجزئيه دي. لو جينا نرجع برضو تاني، هو كان بيتكلم برضو جميع رؤساء اللجان على موضوع احمد سلامه. ابنائنا اللي بيقولوا احنا جبنا مجاميع رقم 12 رقم محوري في هذا، احنا جبنا مجاميع 12% وده اقل كتير من ما توقعنا. وهنا تخدم بقى ألفاظ درامية زي مأساة وظلم وهكذا، وفي ادعاءات إن في درجات مختلفة لنفس رقم الجلوس، وصور بتتحط لإثبات هذا. وطبعا في ناس بتدعي إنها بتقدر تغير النتيجة، وفي آخر هذه الأمور ادعاءات بإن البابل شيت عليه ما يسمى باركود الشعبة، يعني باركود شعبة علمية أدبي رياضة وهكذا. طيب تعالوا نشوف مع بعض هذه الأمور. يعني أنا مش جايب هنا سر ولا حاجة، دي كلها حاجات من الانترنت، هنلاقي على فيسبوك وهنلاقي على منصات إعلامية كبيرة نفس الأخبار. بنتنا مريم بتقول أنا حصلت على مجموعة 12% وحصلت مقارنة مع صفر مريم سنة 15 وهكذا. وبعدين بنتنا مهرائيل بتقول أنا طالبة 12.6%. الحقيقة مهرائيل جايبة 150 من 410، يعني 36% مش 12. ومع هذا أنا جبت في إعدادي 90 وظلموني عشان ماليش طهر وحاجات كده. الصور اللي حضرتكم شايفينها مريم مع أهلها الكرام برضو بشهاداتها القديمة، كله في اتجاه واحد. وبعدين خرج علينا
منذ يعني وقت قصير. ركزوا بقى كده في اللي جاي ده، ان احد الاعلاميين الاعلام الخبير الاعلامي طبعا ده احمد سلامه اللي هو قال اللي فيه باركود والكلام ده كله، نسمع احد الاعلاميين وبيقول انه اعلامي وخبير تعليمي بيقول ده كمان في باركود على البابل شيت. كل الحاجات دي هدفها الاوحد اثاره القلق والشك عند اولياء الامور بخصوص النتائج بدون ما نستنى ونتحقق ونعرف هل الكلام ده مظبوط ولا لا. احنا بس بنستغرب انه منصات اعلاميه تلتقط هذا وتتعامل معه لانه حقيقه، بينما في طريق شرعي اللي هو التظاهر للاجابه، وهو تعالوا هنا مثلا اللي احنا كنا شايفينها بقى في الصفحات دي. الوزير بيقول لك التحقق منها بسيط جدا، ان احنا نيجي نشوف بنفسنا روح يا جماعة مجموع شوف. مريم كام ومجموع مهرائيل كام، وفي باركود فعلا مرتبط بالشعبه ولا لا؟ مفيش عندنا حاجه اسمها باركود زي ما الاعلامي والخبير التعليمي بيقول، مفيش حاجه زي كده اطلاقا. الكلام ده غير صحيح تماما، الهدف منه اثاره البلبله والفتنه بين الطلاب واولياء امورهم. الباركود ده وظيفته الاساسيه، وهو بالمناسبه اللي عاملاه احد الجهات السياديه، هو تمييز ورقه الاجابه انها اصليه وليست مصطنعه، يعني بتاعه الوزاره. السكانر مش هيعديها غير لو الباركود اثبت له انها بتاعته، زي الحاجات اللي بتشوفوها على الفلوس. دي احنا عاوزين النظام اللي هو تطور كمان اقل من توقعاتي ولو اسباب بقى، انما ما نقولش عليها ظلم. ليه؟ لان ال 117 الف اللي داخلين المرحله الاولى في التنسيق امتحنوا نفس الامتحان وجابوا نتائج عاليه جدا، والكيرف بتاع النتيجه كلنا شفناه توزيع النتيجه. لو انا جبت مجموع واطي وطلع ان المجموع ده بتاعي ومالوش دعوه لا غلطه في التصحيح ولا باركود ولا حاجه من دي، يبقى ده مستوايا بالنسبه لزمايلي السنه دي في الامتحان ده، وده اللي على اساسه التنسيق بيشتغل. اعمل ايه في الحاله دي؟ اجتهد اكتر واحسن نفسي في المواد دي، وما اروحش الدروس واسمع حاجات غلط واعتمد على المنصات اقوم اجيب نمره اعلى. انما فكره الظلم أو إن أنا أعمل حالة بقنع الناس إن في ظلم وغلط في التصحيح، هو ده اللي إحنا بنقول غير صحيح بالمرة. فبالتالي إحنا بنحاول نقول لحضراتكم يا ريت من يجد في نفسه شك من أي شيء يروح يتظلم، سواء بقى رقم جلوس سواء النمرة أي حاجة يتظلم. عشان كده عاملين التظلمات، وإحنا قلنا كل ضوابطها وهيجيله على نفس الرابط الدعوة إمتى وفين يجيلنا. فإن شاء الله لو عملنا كده ما تبقاش في مشكلة خالص، ومش محتاجين الحاجات دي على السوشيال ميديا ولا تلتفتوا إليها. هنا الوزير بيقول لك اللي شاكك في إجابته شاكك في نتيجته يروح يتظلم يا جماعة، ويوجه رسالة لأحمد سلامة بيقول له أنت بتعمل بلبلة وبتعمل فتنة، رغم أحمد سلامة بنزل حاجات علشان يعني يقول الناس وإحنا نوعي الناس ونلحق الحق سيادة الوزير في كذا في كذا في كذا. ولولا السوشيال ميديا ما كناش قدرنا نوصل ونوصل كلامنا لسيادة الوزير. فنتمنى إن كل واحد وكل طالب ياخد حقه، ملناش دعوة بقى بلبله وفتنه وحاجات من دي، ملناش دعوه بالكلمات اللي ملناش لازمه دي خالص. بالعكس احنا كلنا مصريين وبنحب مصر كلنا، وكلنا بنحب ولادنا وعاوزين ولادنا يكونوا حاجه حلوه والانتماء داخل ولادنا، علشان كلمه تحيا مصر تطلع من قلوب ما تطلعش من افواهه بس. لا، اما الطالب يحس بامن وامان في بلده اللي هو ما اتظلمش في بلده خد حقه، وكل ده ممكن ينتهي يا سياده الوزير بحاجه واحده بس، طلع نموذج الاجابه الرسمي واعلنه على صفحه الوزاره، فكل طالب هيعرف ان كان صح ولا غلط، ومن خلالها هنعرف ولادنا ان كانوا مظلومين ولا ظالمين، ومن خلالها هتبقى النزاهه موجوده في كل السوشيال ميديا لسيادتك وللوزاره كامله. احنا بنقدم كل الشكر لابطال الثانويه العامه، بنقدم كل الشكر لاولياء الامور اللي استحملوا كل ده اللي بيحصل. قولوا ايه رايكم في الفيديو بتاع سياده الوزير والفيديو كاملا على صفحتنا يحدث في التعليم، واسيب لكم روابط كلها اسفل الفيديو. انتظر تعليقاتكم، قولوا يا رب ربنا كبير، ادعوا من قلوبكم اللهم قدر لنا الخير وارضنا به، في امان الله.